كذلك تم الاتفاق على البدء بإجراءات مستشفى العزل الصحي في سامراء التي تقدم بها قسم من المواطنين من أهالي سامراء ومختلف محافظة صلاح الدين. أيضا تم الاتفاق على أن يكون هنالك مراكز عزل للقوات الأمنية لكي تستوعب الأعداد الموجودة للحالات المشتبه بها لحد الآن. المحافظة لهذه اللحظة هي خالية إن شاء الله، وستبقى خالية بجهود الجميع من القوات الأمنية، قيادات العمليات والإخوان في الأجهزة الأمنية ودائرة الصحة وقيادة الشرطة والحشد الشعبي، الكل متعاونين ويعملون فريق واحد منسجم للحفاظ على هذا الإنجاز الكبير. رسالتنا إلى أهلنا في صلاح الدين، الوضع خطير، يحتاج منكم أن تصبروا. سيكون هنالك تأخر أو تلكؤ في قسم من الخدمات بسبب إجراءاتنا للحفاظ عليكم. لذلك أرجو أن نحدد أننا أمام وباء كوني